سلام. أزول ولا نزول؟ أنا ما فهمتش هاد القوانين اللي راهم يديرون في الجزائر، على بالكم والشعب راضي؟ أقسم بالله ما فهمت والو. على بالك هادو اللي عندهم الحصانة والحضانة، إيه الرئيس يدير له قانون يقعر الدنيا، ما يتحاسبش ما يتعاقبش ما يروح حتى والو، نورمال. جنرال كذلك اللي راهم بوفوار، اللي يخدموا في الاسومبلي جينيرال عندهم حصانة والحضانة، دايرين قوانين يحميو رواحتهم، والقوانين على من؟ على الزوالي. واش القانون هذا يرحم باباكم؟ شنو هاد العدالة في الجزائر هذه؟ هادو العرايا دايرين قوانين تاع المافيا، هما عرايا باغي تقولو دي مافيوزو ولا، بصح واش مدايرين قوانين تاع المافيا؟ صافي دير هما يطردقو يقعرو الدنيا، عندهم الحضانة والحصانة، والشعبي يسرق حبة بيض يتعاسب، وهادو لي جينيرو والرئيس وديزون وقت كان اللي يخدموا في البرلمان محبيين قعروا الدنيا، قتلوا الناس ومن كل شيء. القوانين هادو شنو القوانين؟ ارحم باباكم وراضين انتم الشعب. اسمع بزاف الناس يقول لك هذا رئيس عنده الحق يدير كل شيء، شنو العداله يرحم باباك؟ وتقولوا العداله قوانين القانون فوق الجميع. شو هذا ترامب رايح درك اليوم كيما انا نهضر معكم رايح درك للمحكمه، ترامب الرئيس تاع امريكان، ردوا الدوله الديمقراطيه اودي، واش العرايا اللي حاكمين وراضين؟ الشعب راضي ولا غير؟ انا ما فهمت فيها والو. جنرال ما عمهم كدا وكدا، يدير تير يقعر الناس يقتل ولادهم وكلش، عندهم حضانه وحصانه، شنو القوانين يرحم بابك؟ وساكتين نورمال وراضيين. هذه بلاد ما تسقمش مع هاد العرايا، قانون فوق الجميع. او ترامب كيما قلت لكم رايح له المحكمه، رئيس وش من بلاد، فهمت يا خويا؟ فيقوا شويه الشعب الجزائري ولا صح، فيقوا. ودوك راهم دايرين لكم انتخابات على الكوستيم، قيسهم يحبوا اللي يحبوا يحطوا يحطوا. هاهم انا درت لكم هذيك القائمه تاع الانتخابات، وهادو هما اللي راح يجوزوا. على بالك كون الشعب الجزائري الحراك ما يقدمش مرشح تاعهم راحت عليكم، وزيدوا سكتوا راحت عليكم. على بالك والله شبيكم يا خويا؟ والله راقدين بزاف. على بالك اقسم بالله تسقم ما تسقمش البلاد هكذا، فهمت كيفاش؟ امبوسيبل تسقم البلاد هكذا يا خويا. سبحان الله انتوما راكم زعما عقب غزة وتخموا على غزة، تخموا على اليوكران، وتخموا على كدا والايران، ما يهمنيش انا هادو في هادو، واش راني فيهم انا؟ كما كنا نقولوا وجد عليه في القمح الا غلا. اش بيكم خوتي؟ ما يفوق خاطينا كاع، اش راحنا فيهم هذا؟ فلسطينيين ولا العراقيين ولا ايرانيين، اش راحنا فيهم هنا؟ انا حتى علاقه معهم على بالك. شو امريكان؟ امريكا فاست، وشو ديش انتم الجيريا فاست؟ كيفاش تفيقوا يا شعب الجزائري؟ وقتاش كتاش تساندوا في هاد الشيء؟ الكثرة مع العراية والله يا خوتي، لا إله من رسول الله، فيقوا شوية رحم باباكم، فيقوا يا ماشي لعبة هادي، ما تفر غير في الجزائريين، في الشعب، ما تفر غير في الشعب الجزائري وولادهم. كمان خوتي فيقوا فيقوا، أقسم بالله فيقوا فيقوا، تحبوا تروحوا الانتخابات ديروا مرشح تاعكم من درك، خمو شكون ديروه، تخليوش هاد العصابات دير لكم سوا ديزون قال لك دايره شغل لي زيليمون تاع الحراك، ما عندهم حتى علاقه مع الحراك، فهمت كيفاش؟ ديروا مترشح تاعكم، ديروا مترشح تاع الحراك
وخلاص ونشوفوا لا زوروا يديروا واش يديروا. دخلوا معاهم في الصف خوتي، دخلوا معاهم في الانتخابات وكما قلت لكم يزوروا الانتخابات حراك بيس على الخطره. خلوهم يمشي يلعبوا بكم هاد العراية هاد لي فوايو هاد لي دي النيلار دي زانالفابيت تخيلانك على بالك. خلو العراية يحكموا فيكم سراقين قتالين امبوسيبل. انا مازال ما شفتش بلاد حاكمينها سراقين قتالين ولا ما الا في الجزائر. واش كمان سبحان الله هادو واش نقول لهم خاوتي والله غير كما تنوضوش كما تديفون والله غير. ومن بعد صح هاك حركت هاكم تحرقوا هاكم تهربوا من البلاد. ومن بعد شحال تحملكم هذيك البلاد شحال يجي نهار وين لازم بلادك داروها قبل منكم الهنودة. الهنودة كان يهربوا بالبوابر هاربين ما سلكتهم غير بلادهم هم خدموا بلادهم. ولات الهند ولات بارمي لا بويسونس مونديال كيما صحاب فينيزويلا كيما كوبا كيما كانوا يهربوا. هيدوم غير بلادك في محمد شحال رايحة البلاد هذيك ترفدك. هذا شو نقول لكم خوتي أزول ولا نزول نودو